السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءتنا لفنجان مواليد برج الميزان. اكبر تحية لمواليد برج الميزان، الناس اللي مشرفيني في قناتي جديد، يا رب القناة تعجبكم وتنول اعجابكم. وطبعا تحية كبيرة للمتابعين حبايب قلبي. التاريخ بتاعكم 8/11/2022. هنشوف الفنجان بتاعك يا برج الميزان بيقولك ايه، من طاقة، من اخبار، من اسرار، من كل اللي هيظهر معانا هنتكلم فيه مع بعض ونقول بسم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بسم الله. دايما قراءتكم بتكون منورة، يعني دايما بصوا، يعني أنا دايما حياتكم بتكون منورة، لكن في لخبطة كتير جدا الفترة دي من أقرب الناس ليكم. أول حاجة، انتوا معروفين عنكم ان انتوا واضحين جدا في التعامل مع الناس، بتتعاملوا بما يرضي الله، بتتعاملوا بتلقائية جدا الفترة دي، بتتعاملوا بطبيعتكم بمعنى أصح. بس أقدر أقول إن أنتوا هنا عندكم خبر حلو. الخبر الحلو ده متعلق بالصفقة اللي حد هيعرضها عليكم، بس أنتوا في الوقت ده حاسين إن أنتوا لوحدكم، حاسين إنه مفيش حد جنبكم، وده غلط جدا. أنت في فترة تغيرات جذرية، في فترة فرحة طال انتظارها. حرف السين، حرف الإم، وحرف النون والواو، الحروف دول عندكم. حرف الام لإما كان في بينكم علاقة، لإما حصلت حاجة وانفصلتوا وبعدتوا عن الشخص اللي هو بالحرف الام. اقدر اقول ان انتوا واخدين على خاطركم شوية وزعلانين، وحاسين ان انتوا لوحدكم، حاسين ان انتوا مفيش حد معاكم، مفيش حد واقف معاكم، رغم ان انتوا عندكم هروب من الموقع اللي انتوا فيه حاليا. انتوا عندكم مرحلة جديدة او تخطي لمشكلة جديدة، تخطي لحاجة معينة عمالة تاخد من الطاقة بتاعتكم لفرح وهنا وسعادة. عندكم زيارة للطبيب لو انتوا مستنيين حمل، وعندكم خبر حمل جنين بإذن الله، وطاقة اخبار حلوة. حرف الواو وحرف السين ممكن يكونوا دول كانوا السبب الرئيسي في الطاقة اللي كانت متوزعة عليكم في سلبيات. انتوا ما بتحبوش اللي يقول لكم بحبكم من الناحية العاطفة، بتحبوا اللي يعاملكم بيه، اللي يقول على طول احنا فعلا بنحبكم. اما الشخص اللي ينافق ويكذب انتوا ما تحبوش الجو ده خالص. في هنا مفاجأة، والمفاجأة دي هتكون جاية لكم من عند ربنا. المفاجأة دي هيكون وجود شخص لحياتكم، والشخص ده هيديكم طاقة إيجابية، طاقة إيجابية، وهيحل فعلا دنيتكم بإذن الله. البعض منكم مستني مكالمة بفارغ الصبر، لإما مكالمة لإما حاجة تخص التليفون، مستنيينها تحصل علشان خاطر تديكم طاقة إيجابية. خطواتكم سريعة، أو أنتوا خدتوا خطوة فيها وأنتوا متسرعين وحاليا ندمانين جدا. بالعكس، الخطوة دي كانت خطوة إيجابية ليكم، أي نعم كانت في وقت ما ينفعش تتاخد، بس أنتوا خلاص استقريتوا بنفسكم، الأمور هنا كلها بتمشي لصالحكم. اي نعم عندكم نفور من ناس كتيرة جدا، وخلاص قررتوا ان انتوا تمشوا لوحدكم، بس في طاقة ايجابية. عندكم حد من ابراج ترابية، حد من الابراج الترابية ده بيحبكم جدا وحابب لكم حرفيا فعلا الخير، بس هو عنده هموم محدش يعلم بيها غير ربنا. ممكن يكون عنده حد مأثر عليه، حد كده تعبه، هو صديق مخلص جدا ليكم وحابب لكم الخير في كل الاوضاع بتاعتكم، وهيجي ويحكيلكم على مشكلة وانتوا هتتكلموا معاه وهتحاولوا ان انتوا يعني تصلحوا الاخطاء بتاعتكم. معروفين عننا ان احنا بكل اللي بيظهر قدامنا احنا بنقوله. هقول لكم ان انتوا في علاقة تانية، او في طرف تاني بيتدخل في خصوصياتكم، او بيتدخل في حياتكم العاطفية، وعشان كده في شد وجذر من وقت للتاني مع الشريك. خلوا بالكم من الطاقة او من الحد السلبي اللي عايز يخرب بيتكم، خلوا بالكم من النقطة دي. في خبر هيفرح قلبك وهيفرح أو هيفرح قلبك، وهيحصل مفاجأة حلوة هتخليكم تستحلوا بالطاقة وبالإنجاز السريع. انتوا عندكم حيوية ونشاط وعندكم تفاؤل لبكرة، بس ما تخافوش من المستقبل،
المستقبل محدش يعلم الغيب، ما تخافوش بالطاقة السلبية اللي مأثرة عليكم على المستقبل، جايز مستقبلكم يكون كله ورود ويكون جميل، وما تخلوش الماضي واللي حصل معاكم الفترة اللي فاتت دي هو اللي يبني لكم مستقبلكم، ده أكبر غلط. وعشان كده انتوا من وقت للتاني عايزين سعادة، عايزين فرحة، عايزين راحة بال. عندكم هنا زي ما قلت لكم، لا اما طفل وهيبقى فيه خبر، لا اما انتوا عندكم طفل حاليا معرض دايما للحسد الشديد، معرض دايما ان هو يتأذي من العيون السلبية اللي مأثرة عليه، او ان هو شكليا جميل فالعيون كلها راشقة عليه. كمان انتوا كنتوا في مواجهة وخدتوا موقف الفترة دي، او خدتوا قرار ان انتوا ما تتعاملوش مع الناس اللي كلها طاقة سلبية. خلاص، قلبكم هو دليل احساسكم، الحاجة اللي بتحسوها خلاص بتكون فعلا حقيقة، وبتخافوا جدا من النقطة دي. كمان انتوا هنا هيكون في تجاوز، هتتجاوزوا ناس كتيرة جدا وهتطلعوها من حياتكم، وعايزة اقول ان ربنا هيسترها معاكم في وقت من الاوقات الايام اللي جاية. اي نعم انتوا كنتوا او هكنتوا هتقعوا في مشكلة، بس ربنا هينجيكم. البعض منكم عنده طريق والطريق ده مفتوح قدامه، الطريق ده هيكون اخره جواز، هيكون نهايته فرج باذن الله، وهتكون نهايته ازدهار حلو جدا. كمان انتوا بتدعوا لحد محتاج فعلا الدعاء، او حد عزيز على قلبكم تعبان شويه فانتوا عمالين تدعوا له. انتوا حاليا في تراكمات عليكم، والتراكمات دي اختبار من عند ربنا، فما تقلقوش. انتوا عندكم نقله جديده، عندكم مصدر للطاقه الجديده، وعندكم حد هينور الطريق بتاعكم، وهتكونوا ماسكين شمعه، والشمعه دي هيكون ازدهار ليكم، وهتواجهوا قدامكم عقبة، والعقبة دي انتوا هتتخطوها بشكل سريع. عندكم حد خاين بيخون، والواجب عليكم ان انتوا تحذروا منه. الشخص اللي بيخون ده عامل حبيب وعامل صديق ليكم، خلال كام يوم هتعرفوا. البعض منكم ممكن يكون عنده غشامة على عينه ومش حاسس. كمان انتوا هنا في اتصال تليفون، لاما انتوا هتتصلوا بحد، لاما حد هيتصل عليكم، والاتصال ده هو هيكون فيه زعل، هيبقى فيه صلح، لاما انتوا هتراضوا لاما هو هيراضي. هو في اتصال تليفون خلال اسبوع، خلال ايام معدودة، وان شاء الله باذن الله نهاية الاتصال هيبقى فيه فرحة وهيبقى فيه خير. انتوا صبرتوا على ناس كتيرة جدا اذتكم، صبرتوا على ناس كتيرة جدا فعلا عرفت تدخل حياتكم وتأذيكم، والناس دي كانت تعابين دايما، كانت بتفكر في أموالكم، بتفكر في حياتكم، وبسببهم جالكم شوية قلق وشوية هموم، بس بفضل ربنا هيكرمكم من حيث لا تحتسب. ليه؟ علشان زي ما قلت لكم ان انتوا واضح جدا في التعامل بتاعكم، واضحين، ما بتحبوش النفاق، ما بتحبوش الكلام السلبي. انتوا يعني عندكم ادمان للتغيير، بتحبوا دايما تغيروا نفسكم، دايما بتظهروا بكل جديد، بتهتموا بنفسكم بشكل كبير جدا، ما بتحبوش حد يجي يتريق عليكم، لا اما انتم مهووسين نظافه، لا اما انتم مهووسين ميك اب، مهووسين تغيير. بالنسبه للراجل ممكن يكون مهووس شغل 24 ساعه بيشتغل، مش فارق معاه اي حاجه، عايز يشتغل، عايز يبني مستقبل، طول الوقت عندكم انشغال بالتغيير للافضل، ودي حاجه كويسه جدا، بس صحتكم ليها واجب عليكم، ما تنسوش النقطة دي. بتهتموا، بتعملوا كل حاجة بتعملوها، بس لازم تهتموا بالصحة شوية علشان ما تتعبوش. مين الاتنين اللي بيراقبوكم في الدرة من غير ما انتوا يعني تاخدوا بالكم منهم؟ اتنين عندكم بيراقبوكم، واحدة من بنات العم، من يعني هي خاصة من اهل الاب، بتراقبكم وبتغير منكم، وعندكم شخص بيراقب كل تفاصيل حياتكم من بعيد، ومش يعني ايه مش عارف يوصل، هو مش مفيش لسه خطوة ان هو يوصل لكم، يعني خلوا بالكم. ليه؟ علشان خاطر انتوا معروفين عنكم، لا اما بالجمال، لا اما بالشياكة، لا اما انه انتوا يعني كل الناس بتغير منكم حرفيا. بسم الله، طاقتكم مرفوعة وعالية وكلها تقدم وانفراجات. طيب هقول لكم بقى بتبشيرة حلوة جدا، التبشيرة دي انتوا بقالكم اكتر من 20 يوم
20 يوم او شهر بالاقصى. انتم مستنيين الفترة دي بقدر المستطاع لفرصة كبيرة او لحاجة جديدة. الحاجة الجديدة دي هيكون قاعدة مناسبة في الطريق اليكم، ومن بعدها انتم هتختبروا قد ايه الشخص اللي معاكم، وفي نفس الوقت هتاخدوا قرار حاسم، وان شاء الله كمان الزعل اللي جوه قلبكم، او بمعنى اصح الحاجة اللي انتوا دايما بتظهروا عكسها، يعني لو انتوا في حزن بتظهروا ان انتوا مبسوطين وعشرة على عشرة، ورغم ان ده غلط، الحسد الشديد بيأثر عليكم، بس اقدر اقول ان بإذن الله ربنا هيهون عليكم عذاب السنين او الألم او الطاقة اللي كانت دايما متركزة معاكم. كمان اقول لكم ان انتوا حيرانين في شخصين، الشخصين دول انتوا حرفيا حيرانين فيهم ومضغوطين جدا من ناحيتهم، بس مش عارفين تبدأوا ازاي، او مش عارفين تجددوا الفرصة اللي انتوا فيها حاليا ازاي. ليه؟ علشان في طاقات مؤثرة عليكم. كمان في فرصة للتجديد وللصلح، اذا كان مع الشريك او اذا كان مع الشخص المناسب ليكم. انتوا هنا في استعجال عندكم لسفر، استعجال عندكم لامضى ورقة، في بابين هيتفتحوا قدامكم الفترة دي، في باب منهم هتدخلوا فيه بقلب جامد، والباب التاني هيكون فيه تردد او فيه امور معاكسة. الفترة دي اكتر الفترات، من اكتر الفترات اللي انتوا بتقعدوا لوحدكم، من اكتر الفترات اللي انتوا ما بقاش التعامل مع الناس قل. ليه بقى؟ علشان خاطر ممكن تكونوا انتوا حابين تقعدوا مع نفسكم شوية لوحدكم، حابين ان انتوا تشوفوا الحياة ماشية ازاي، في استقرارات تانية. كمان هنا في تركيز، يعني تركيز على استمارة او على عقد، العقد ده هيكون بين ايديكم، او في ورقة هتقع قدامكم فانتوا هتركزوا فيها جدا وهتشوفوا ايه اللي بيحصل عندكم. في مناسبة عائلية، المناسبة العائلية دي هتكون حلوة، وهتلاقوا يعني ممكن القعدة دي تفرح قلبكم. انتوا بتحبوا التجمعات، خلي بالكم، وبتحبوا ان انتوا يكون في تجمع وفي تواصل مع الاسرة مع العيلة مع الناس اللي حواليكم. بس ليه عندكم مرات اخ؟ مرات الاخ دي ما بتحبكمش ابدا، دايما بتحقد عليكم، ودايما كذابة، ودايما منافقة. مرات اخ او واحدة عزيزة عليكم، يعني ممكن تكون هي بتقول لكم ان هي بتحبكم وهي حبالكم الخير، بس هي مش حبالكم الخير، هي فعلا انسانة منافقة وانسانة كذابة. وعشان كده الفترة اللي جاية دي هتكون فترتكم انتوا لتثبتوا وجودكم في اكتر من حاجة. البعض منكم ممكن يتخطى مشكلة كبيرة، والبعض منكم هيكون حذر ان هو ما يقعش في مشكلة حد بيرتبها له. كمان انتوا عندكم فتح قسمة، والفتح القسمة دي في تغيير عتبة. يعني ايه تغيير عتبة؟ يعني تغيير بيت، تغيير سكن، تغيير حاجة تخص، او انتوا عايزين تغيروا في حاجة عندكم عايزين تغيروها بس خايفين ومترددين. لا ما تخافوش، وادخلوا على فتحة خير بإذن الله. في كمان علامة هتظهر قدامكم، العلامة دي هتقول لكم ان الطريق ده خير او شر. العلامة دي هتكون قدامكم انتوا، وانتوا اللي هتقرروا هتعملوا ايه، وهتعرفوا قد ايه ان ربنا فعلا كريم عليكم، وان ربنا مش عايز لكم الحيرة ولا الضغوط النفسية اللي انتوا فيها. وكمان هتحاولوا بقدر المستطاع تلزموا بالحاجة اللي عليكم، لإما انتوا هيبقى فيه دعم عليكم فانتوا هيبقى فيه التزام في اكتر من طاقة، لإما هيبقى فيه تغيرات ايجابية، والتغيرات الايجابية دي من خلالها هيكون برضو عندكم انبساط، او عندكم تغيرات انتوا بقالكم مدة بتحلموا بيها. انتوا عندكم رضا تام من الفترة اللي جاية، وهيكون فيه ثقة، والثقة دي هتكون عالية جدا. اقدر اقول كمان ان انتوا عندكم تطورات، والتطورات دي هتكون ايجابية، هتكون في موضوع العمل في الشغل، هتستفادوا بقدر المستطاع ان انتوا ما تضيعوش اي فرصة، والغلطة اللي حصلت عندكم انتوا مستحيل يعني تحاول، يعني مستحيل هتتخطوها بقدر المستطاع، ومستحيل ان انتوا تغلطوها تاني. ليه؟ علشان انتوا معروف عنكم ان انتوا تتعلموا من اخطائكم. فالبعض منكم يعني البعض منكم اخد درس في الحياة، الدرس ده كان قوي جدا، بس علمكم حاجات كتيرة جدا، علمكم ان انتوا ما تدوش الامان، وما تدوش الثقة الزايدة في الناس، وبتحاولوا ان انتوا تغيروا من نفسكم. واقدر اقول ان عندكم عودة شخص من ابراج نارية او من ابراج مائية، هيكون في شخص عندكم هيقعد لكم، وهيبقى في كلام، وهيبقى في دايرة
فيها انتوا لوحدكم، وكل واحد هيحاول يصفي حساباته، ومن بعد تصفية الحسابات دي القرار هيكون قراركم اذا كنتوا ترجعوا ولا تكملوا. من وقت للتاني بيجيلكم شعور وبيجيلكم احساس ان انتوا كارهين الدنيا كلها ومش عايزين تتعاملوا مع حد، وده اكبر غلط. انتوا نسيتوا حاجة مهمة جدا، ان ده بتكون اختبارات من عند ربنا. فانت هنا او انتوا هنا حرفيا هترموا الماضي وهتحاولوا تستهموا تدوا كل اهتمامكم بالمستقبل، وهتحاولوا ان انتوا تسترخوا شوية وتاخدوا وضع كده راحة ليكم نفسيا. فياريت تخلوا بالكم، ما تخلوش الافكار السلبية هي تستقيم على شجاعتكم. انتوا عندكم شجاعة وقوة، وزي ما قلت انتوا داخلين في مشروع، والمشروع ده هيكون ناجح بشكل كبير وهتطلعوا منه منتصرين. ليه؟ علشان الفرصة اللي عندكم دي مش هتتعوض مرة كمان. في حد عندكم كسر القواعد، كسر اللي يعني ممكن يكون حد عندكم كنت انتوا اصلا معروفين ان انتوا بتمشوا بالعادات والتقاليد وما بتحبوش ايه الطاقات السلبية، بس في حد فعلا كسر القواعد دي وكسر الامور دي وحاول ان هو يعني يمشي بنظام مزاجه او يمشي بنظامه هو، وانتوا طبعا رد فعلكم كان قاسي جدا وقلتوا الوضع ده ما ينفعش ولازم ترجعوا زي ما كنتوا، بس ما سمعش كلامكم وانتوا خرجتوا نفسكم بره حياته وقلتوا خلاص احنا مش هنتعامل معاك تاني مدام، او مش هنتعامل معاكي تاني مدام انتوا ما بتسمعوش كلامنا ومدام ان انتوا بتحاولوا تنفذوا اللي في دماغكم. برضو الناحية العاطفية انتوا حيرانين في شخصين، في طاقة انتظار او في طاقة حيرة ليكم من خصوص شخصين. انتوا راسمين علاقة والعلاقة دي عمالة يعني ايه تقرب منكم، بس انتوا مش عارفين تختاروا ايه، او في عريسين متقدمين لكم، او في موضوعين انتوا حيرانين فيهم، في حاجة انتوا فعلا محيرانين فيها، وبسبب الحيرة دي انتوا طبيعي يعني متغيرين شوية، رغم ان في وضوح عندكم في اكتر من حاجة، بس التغيير مسيطر عليكم بشكل كبير جدا، وهو اللي متحكم فيكم حاليا، هو اللي مخليكم مش عارفين تاخدوا قرار ولا حتى تتعاملوا ازاي مع الناس اللي هي محيطة عندكم. في شخص في بينكم حب متبادل، لا اما انتوا لسه ما اعترفتوش لا اما هو لسه ما اعترفش باتجاهكم، والامر ده انتوا حاسين ان هو صعب، بس قلبكم بيدق اتجاه الشخص ده بشكل كبير جدا، وهيبقى فيه اعتراف حلو. بس اليومين دول حاولوا تكونوا صابرين جدا، يعني يكون عندكم صبر كده وبلاش العصبية، علشان العصبية والانفعالات على أتفه الأمور ده مش في صالحكم انتوا. في يوم هيكون يوم اتنين، اليوم ده هيكون يوم اتنين هتسمعوا فيه خبر مفرح، هتسمعوا فيه خبر هتلاقي الأضواء بدأت يكون فيها رومانسية، هيكون فيه اتصالات سريعة، في دفعة من المال، في حد هيجيب لكم هدية، هيكون يوم مميز. وزي ما قلت ان انتوا هتاخدوا شوية راحة، والراحة دي هتحسن الإحساس اللي جواكم وهتخليكم تتجاوزوا اي مشاكل او اي تراكمات عندكم. ليه؟ علشان التراكمات دي لما بتتحكم فيكم انتوا بتحسوا قد ايه ان انتوا عندكم طاقة هي متحكمة فيكم، فالوضع اللي انتوا فيه حرفيا هيتحسن بشكل كبير جدا، وهيبقى فيه اشياء جميلة انتوا هتاخدوا فيها خطوات سريعة، ومن خلال الخطوات السريعة دي هيكون فيه انبساط حلو وقعدة جميلة، واحتمال كمان ان انتوا تروحوا او انتوا تعزموا حد او حد يعزمكم، في اكتر من تحسن على جميع الموضوع. بسم الله ما شاء الله عليكم، انتوا دايما بتعرفوا تحطوا نفسكم في المكانة اللي انتوا تستحقوها، وعشان كده في تميز حلو، رغم ان عندكم دقة في التعامل وبتتعاملوا بحذر مع الاخرين، رغم ان انتوا مميزين جدا. انت زي ما قلت لكم من البدايه ان انتوا بتتعاملوا بطبيعتكم، وده بيخلوكم بيقولوا عليكم ان انتوا مغرورين ومتكبرين، وان انتوا كده عايشين بالتناقض وكلام سلبي بتسمعوه كتير، بس عندكم عزه نفس كده عاليه. عزه النفس دي بتخليكم انتوا في بينكم ما بين ربنا عمار، او بتحبوا جدا تقربوا من ربنا، وعندكم حسه احساس كده عالي في الدقة في التعامل،
يعني بمعنى اصح مميزين، وزي ما ذكرت ان انتوا بتحطوا نفسكم في الوضع اللي انتوا تستحقوه، مش الوضع اللي هم يستحقوكم يحطوكم فيه، لا انتوا اللي بتحطوا نفسكم في الوضع اللي انتوا تستحقوه. وعشان كده في شخص ندمان على فراقكم ونفسه يا عيني يرجع لكم، وانتوا مش يعني انتوا مش هقول لكم حاجة وحشة، بس الشخص ده انتوا مش هتقولوا له انت لو اخر واحد في الدنيا احنا مستحيل نفكر نرجع لك، لو انت اخر واحد في الدنيا احنا مستحيل نفكر نبص عليك. ليه؟ علشان حسبنا الله ونعم الوكيل فيك، انت اللي زيك مستحيل حد يرجع له. وانا مبسوطة اني فعلا حتى لو انت اللي سبتني انا مبسوطة اني قدرت او حصل نصيب ان ربنا يبعدك عني. انتوا بتقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل الفترة دي بشكل كبير. كمان الحاسة السادسة عالية عندكم، ومجرد ما بتبص للشخص اللي قدامكم بتعرف ان هو بيكذب، وبتعرف ان هو بينافق، وبتعرفوا حتى هو بيفكر في ايه، لدرجة ان انتوا يعني بتخافوا جدا من الحتة دي، وبتقول يا رب انا ايه في ايه عندي مش عارفة، بتسألوا اسئلة كتير. دايما مؤمنين جدا بقدراتكم، ومؤمنين جدا بثقتكم في نفسكم. عندكم عصفورة، والعصفورة دي واقفة على الشجرة، وده بيدل ان انتوا في فترة انتظار الخبر اللي انتوا مستنيينه، او انتوا مستحملين كتير فبتتجنبوا المشاكل الفترة دي. كمان عندكم شوية لحظات، يعني هيكون في اكتر من لحظة عندكم هتكون حلوة جدا وهتكونوا مبسوطين بيها. بتحبوا الهدوء جدا، بتحبوا الاستقرار النفسي، وان شاء الله بإذن الله ربنا هيجعل لكم فرحة حلوة. في حد ماسك شمعة، الشمعة لا إما أنتوا ماسكينها علشان الطريق بتاعكم، لا إما في حد هيمسكها لكم وهينور الطريق اللي أنتوا ماشيين فيه. في شمعة عندكم بتنور، هتنور الطريق في الوقت المناسب اللي أنتوا هتحسوا إنه فيه ضلمة. أوعوا تفوتوا أي فرصة حاليا حواليكم، لا إما لو أنتوا مش عايزين الفرصة دي حاولوا إن أنتوا تفهموها كويس جدا. ليه؟ علشان مش كل مرة هتيجي لكم فرصة حلوة. وزي ما قلت لكم أنتوا الوضع العصبي والوضع اللي مأثر عليكم مخليكم انتوا ساكتين، مخليكم انتوا مش عارفين تتعاملوا مع ناس ليكم. مشكلتكم دايما ان انتوا عاطفيين قوي، ودايما مع الشريك بيأثر معاكم من النقطة دي، علشان بيعرف احتياجاتكم وبيعرف انتوا عايزين ايه. فلازم يعني لو انتوا مستنيين من الشريك ان اقول لكم كلام حلو، لازم انتوا تبدأوا، ابدأوا انتوا وشوفوا ردة الفعل، ابدأوا انتوا وشوفوا الوضع هيبقى فيه ازاي. انتوا محتاجين حد يطبطب عليكم، محتاجين الاحتواء، وانا دايما اقول لكم كده الاحتواء والحب ده عامل لكم نقص في حياتكم، وبقدر المستطاع علشان تلاقوا الحب والاحتواء بتصلوا او تقربوا من ربنا، بتحسوا انه قد ايه ربنا هو الوحيد اللي بيطبطب عليكم في الشدة اللي انتوا فيها. كمان انتوا هنا عايزين في كلام جواكم عايزين تتكلموا عنه او تعبروا عنه، الكلام ده انتوا بتقولوا يا رب يعني احنا فعلا محتاجينك، محتاجين ان انت تقف جنبنا، محتاجين ان انت تكون معانا في حياتنا اللي احنا بنمر بيها. كمان البعض منكم هنا عنده علامة اكس، علامة اكس على سؤال محير ومش عارف يوصله، او علامة اكس على موضوع برضو مش عارف يفهمه، او ممكن تكون علامة اكس على اصدقاء على احباب، انتوا حطيتوا علامة اكس على ناس مش عايزينها تاني في حياتكم، انتوا عندكم علامة اكس. في وضع كمان هنا انتوا عامل لكم شوية توتر وقلق وحيرة وتوهان شوية، بتحسوا كده ان انتوا تايهين من وقت للتاني، او بتحسوا ان انتوا في حاجة غلط بتحصل معاكم، ده بس العصبية الزايدة اللي عندكم، او بمعنى اصح التوتر. انتوا والله ما عندكم اي حاجة، انتوا بس بتعانوا اليومين دول من شوية حسد، او الفترة دي حرفيا انتوا ما عندكمش اي حاجة، بس شوية الحسد اللي بتعانوا منهم هم اللي مسبب لكم الزعل اللي جواكم والامور اللي معاكس. ويا رب تكون قراءتنا عجبتكم وكانت خفيفة على قلبكم، وانتظروا مني كل ما هو جديد الفترة اللي جاية.